تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اختتمت بطولة كأس سمو ولي العهد السنوية للغولف التي أقيمت على ملعب نادي البحرين للغولف في الحنينية بمشاركة جميع أعضاء النادي بمختلف الفئات. وخلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في مقر نادي البحرين للغولف أعرب سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي النائب الأول لرئيس نادي البحرين للغولف نيابة عن معالي الشيخ عبد الله بن سلمان بن خليفة الخليفة رئيس نادي البحرين للغولف وأعضاء مجلس الإدارة واللاعبين عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضله برعاية هذه البطولة، مشيرا إلى أن هذه البطولة المقامة هي الأقوى في هذا الموسم من حيث عدد المشاركين ومستوى المنافسة والتي أقيمت على جولتين، كما تقدم سعادته بالشكر لمجلس الإدارة على المجهود الرائع في التنظيم، وقدم شكره لكافة اللاعبين المشاركين في هذه البطولة، مهنئا الفائزين ومعربا عن تمنياته لبقية المشاركين حظاً أوفر في البطولات القادمة.